السلام عليكم، صحة شربتكم الناس الكل. رجعنا لللايف ورجعنا للحوارات في الكونفينمون اللي قاعدين نتعدوا بيه. بون ريت الماتش كما كان قبل، بريسك الناس الكل تسألوا وينك وينك وينك. نحب نوضح اللي رجعنا شوية للخدمة، دونك وريتم رمضان تبدل شوية ريتم، دونك هكا نحاولوا كي تويتيا وكان جاي يكون معانا لاعب يكون معانا حوار. دونك باش تلقاو الحوارات ديما تابعوا الكونت انستغرام، تعملوا ابوني الكونت انستغرام. في الكونت انستغرام تلقاو ليان للشين يوتيوب، تعملوا ابوني كيف كيف للشين يوتيوب، حتى باش حتى اذا كان فلتوا الحوارات في مباشر تلقاهم من بعد في الشين يوتيوب. اسلام المد اليوم معانا لاعب دولي سابق جزائري، معانا لاعب جزائري تقريبا الوحيد اللي لعب في زوز فرق العاصمة الكبار، النادي الافريقي والترجي التونسي. هو اكيد كما اعلنا منذ من البارح تقريبا في الستوري نتاعنا، اللاعب الدولي الجزائري السابق هشام بالقروي، ولاعب اتحاد العاصمه حاليا باش نحكيو معاه على عديد المواضيع. كريم صحه شريبتك، تحياتي اخوي. دونك بعد شويه باش يكون معنا هشام بالقروي، اذا كان عندكم اسئله تجمو تحطوهم في لي كومونتير. صحة شريبتك حبيب، إن شاء الله نشوفه وجه المشرق إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله هكا في الأيامات الجاية باش يكون معنا حوارات أخرين إن شاء الله. نورمالمون باش يكون معنا لاعب ليبي على حد أعطيكم اسمه من هنا الغدوة إن شاء الله، لاعب دولي ليبي كبير باش يكون معنا إن شاء الله. استناونا كما قلت لكم، ابوني الكونت انستغرام والكونت والشين يوتيوب باش تلقاو كل جديد حول الحوارات هذه. دونك نستناو بعد شوية باش يكون معانا هشام بالقروي. مرحبا بكم الناس الكل، اللي عنده كومنتير ولا عنده سؤال لهشام ينجم يحطه ويكتبه نوصله لهشام ان شاء الله. حسام هشام بالقروي معانا الليلة ان شاء الله. تنجموا تتابعوا الكونت انستغرام باش تلقاو كل يوم شكون لي زانفيتي باش يكونوا معانا. شواتي معنا هشام بالقروي اليوم، لاعب اتحاد العاصمة، اللاعب السابق للترجي في التونسي، اللاعب السابق للنادي الافريقي بعض اللحظات، باش يكون معنا ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل اللي في المتابعة قاعدين تتابعوا فينا، وحتى كي غبنا عليكم فقدتونا وسألتوا علينا وينك. كما قلت في بداية اللايف إن شاء الله كل مرة نحاول هكا نتأقلم مع الوضعية الصعيبة، ونشوفوا كل مرة هكا كي تويتي نودوكم بلايف، ولو إنه غدوا معانا في راديو من مطلفة الخمسة في إكسبريس أف إم باش يكون معانا زوج ضيوف إن شاء الله. أشرف الزيتوني اللاعب السابق للنادي الإفريقي، لاعب وايضا صحفي من قناه حلبات، صحفي هيثم الراشدي. اشرف باش يكون في الساعه الاولى ان شاء الله من الثلاثه للاربعه، وثم في الساعه الثانيه باش يكون من الاربعه للخمسه اللاعب او الصحفي هيثم الراشدي. يعطيكم الصحه الناس الكل، مرحبا بكم في المتابعه.
هشام، صحة شريبتك خويا، ساعة شريبتكم، ساعة شريبتكم. ولا نقول صحة فطورك بتزيري. والله كيف تحب أنت تزيري تونسي، كيف تحب، ساعة شريبتكم. شنو الأمور خويا؟ والله الحمد لله كل شيء باهي الحمد لله. وأنتم زاد كيف، شنو حوالك؟ شغال فيك رمضان، تعبك شوية ولا سافا؟ والله الحمد لله صافا صافا، شوية شوية. فهمت. أنت هشام عشت برشا في تونس، شنو الفرق تو برمضان في تونس وفي الجزائر؟ والله برسك كيف كيف، والله كيف كيف، العادات كيف كيف، وبرسك رمضان كيف كيف، حتى عديت رمضان في تونس انا تحسه كيف كيف، كيف في الجزائر كيف في تونس. ما يفرقش برشا. اما السنه ظهر لي سبيسيال شويه بالكورونا، مستانسين بعد شقال فتره نخرج وخرجات وسهريات، ما فماش سنه. والله الحمد لله، شنو شنو باش يقول واحد، ان شاء الله يتمنى واحد باش ربي يبعد عليه هذا المرض، ما ان شاء الله ربي باش يعوضنا ما خير ان شاء الله. ان شاء الله. انت هشام انت متزوج تونسيه، الناس الكل تعرف، توا في شقال الفتره شنو الماكله، تونسيه ولا جزائريه؟ والله كيف كيف، مواتي مواتي، مرة جزائرية ومرة تونسية. وانت شنو تفضل؟ ماكلة جزائرية فعلا. تونسي ليه؟ ها؟ تونسي شوية شوية، مش أما أكثر جزائرية. فهمتك. اي كيفاش تعدي النهار يا هشام في الظروف هذه؟ فما كونفينمون في الدار، تخرج قاعد ولا كيفاش؟ والله الحمد لله، نحن ساعات نخرج ديما في الليل قعدات مع جوالات مع بعضنا نقعدوا، فما ساعات كل يوم عندنا اونترينمون من الصباح نتريناو شويه، ومن بعد في الليل ما تعرف قعدات بحدا الدار وانا قاعدين. لونترينمون مع ملاعبية ولا وحدك تترين ولا كيفاش؟ لا لا، مع ملاعبية، والله لا ماجوريتي دي زونترينمون اللي نعدوهم مع ملاعبية جوالات صحابنا الكل. انت في الجي ماكش في وهران؟ لا في وهران، في وهران. فهمت. باهي، شفتك عملت لك شفتك عملت حتى بادرة هشام تاع تعاون شوية عباد محتاجين، وحتى عملت دعوة للملاعبية باش يعاونوا عباد كيما هكا. والله معناتها حاجات هادو المفروض ما نتكلموش عليهم، اما ان شاء الله ديما خلينا وربي يعمل الواحد يكون عنده لاباس عليه باش يعاون المسكين. جمعي بيها ان شاء الله الناس اللي لاباس عليها وعندها فلوس وتقدر باش تعاون، حتى بدينار حتى بدبوزه تعمل، ان شاء الله الناس تعاون العباد اللي محتاجين. نتفاهم، تقول لي ما نتكلموش عليهم، هي من الملاعبيه اللي كيف كنت دوليين نقولوا وعندهم اسم معناها، حتى يكونوا قدوه وموتيفاسيون للعباد باش تعاون معناها، هذا علاش؟ لازم معناتها حتى في الـ في الـ في البريود اللي نحن الجزائر وتونس والعالم العربي الكل اللي فيها، نحن لازم نعاونوا بعضنا وبعض، مش المفروض واحد يكون عنده لاباس عليه ويكون عنده برشا فلوس باش يعاون المحتاج. معناتها حتى بدبوسه ما حتى باكو حليب لازم تعاون الناس المحتاجه، فما عباد برشا محتاجين. صحيح. بدي نحكيو شويه كوره يا هشام. اليوم انت توانسه يسالوا وين هو هشام؟ نورمالمون مع اتحاد العاصمه هكا ولا ايه؟ مع اتحاد العاصمه، سنان صححت مع اتحاد العاصمه وان شاء الله ربي يسهلنا ما خير ان شاء الله. وشنو هي السيتياسيون تاعك؟ والله سيتياسيون عاديه كيف اي لاعبي، صارت كانوا عندي دي بروبليم، اما الحمد لله يا ربي معناتها وقفوا معايا في بليك اتحاد العاصمه، وقفوا معايا انا حتى الاداره الجديده اللي جات ستار تكنيك، الحمد لله يا ربي، وباش تتعدى ما خير ان شاء الله. اي جوستومون، خاطر قبل كانوا فما مشاكل، ابارامون صارت مشكله في ماتش هيبه القبيل، شنو هي الحكايه هذيك يا هشام؟ صراحه انتي بروبليم، الحمد لله تعديناه، وان شاء الله اليوم نخمو في الجديد نتاعنا الحمد لله يا ربي، ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. البروبليم مع الاداره كاين ولا مع ستاف تكنيك ولا صراحه بروبليم معناتها بروبليم جينيرال، حتى انا كنت غلط والاداره غلطه وستاف تكنيك غلط، اما الحمد لله يا ربي واحد كل واحد مشى على روحه، ما نحبش نتكلم على العباد اللي مشات، معناتها حتى وانا كنت غلط ما نطلب السماح، وحتى ما عنديش حتى مشكله، انا الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما يخلي قلبنا ابيض هكاك، وان شاء الله ربي يهديهم وكاو اللي كان سلوك. تبدل الستاف معناها ما عادش بلال تزيري. ما عندي حتى مشكل مع ترينر بلال تزيري، بالعكس انا خدمت معاه وكان لي الشرف اني خدمت معاه، والحمد لله يا ربي معناتها يبقى ترينر كبير واسم كبير في الجزائر، معناتها ما نجيش انا نتكلم عليه ولا، الحمد لله صرا بروبليم كيف في العالم الكل يصيروا دي بروبليم مع دي زونترينير وجوارات، اما ما عندي حتى مشكل بيرسونيلمون، ما عندي حتى مشكل معاهم. المهم اليوم على ذمة اتحاد العاصمة معناها وصافي الأمور مريقلة.
الحمد لله، والله الحمد لله، باقي لي عام في الكونترا نتاعي، ان شاء الله نكملوا الكونترا نتاعنا بالكدا، وربي يوفقنا مع الاداره الجديده ومع لونترينير الجديد، ستار تكنيك، حتى جابوا لنا ستار تكنيك باهي، ان شاء الله ربي يوفقنا وكاو. مازال عندك عام انت في الكونترا؟ مازال اي باقي لي عام في الكونترا. جاء مدير رياضي جديد اللي عن تريحي لعب في ترجي قبل، حكيت معاه كيفاش وضعيه بالضبط؟ اه والله عن طريق يا، مش انا اللي باش نتكلم عليه ولا اي واحد باش يتكلم عليه، معناتها شنو عن طريق يا معروف، معناتها عندهم لا شونس اتحاد العاصمه انه باش يشدهم عن طريق يا، ولا حتى البطوله الجزائريه ان شاء الله ربي يمد الاكسبيريونس نتاعو اللي عداها في الاوروب، ان شاء الله ربي يمدها لاتحاد العاصمه ويعاوننا بالاكسبيريونس نتاعو. حكيت معاه ولا ما زلتوا؟ عن طريق يا معناتها كيف خوه، انا صغير معناتها انا عارفه، انا بون كنت في ليكيب ناسيونال، هو عنده اسم كبير في الجزائر واسم كبير في ليكيب ناسيونال، ان شاء الله بربي احنا نتمنوا باش الحاجه الباهيه يجيبها الجمعيه، والحاجه البوزيتيف يجيب بها ويعاون جوالات صغار ويعاون اتحاد العاصمه. علاش اخترت العوده للجزائر هشام بعد التجربه في السعوديه؟ والله معناتها نحب واحد يقول، انا نكون صريح، وانا ديما نكون صريح، وساعات صراحتي الناس ما تحبكش، كان من لي 2012 كنت نتمنى باش نكور في اتحاد العاصمه، والحمد لله يا ربي، معناتها ربي وفقني وكورت في اتحاد العاصمه، معناتها كانوا فما دي بروبوزيسيون لبرا، اختاريت لي اسمها، اختاريتها عن قناعه، مش معناتها حاجه تاع بروجي، وكنت عارف اني كان عندهم بروبليم تاع مشاكل تاع فلوس وكل شيء، اما الحمد لله يا ربي، معناتها ما ندمش اللي اخترت، حتى ومن ما كانوا عندي دي بروبليم تشوف، اما ما ندمش اللي ساعات في اتحاد العاصمه. ما كانوش عندك عروض من تونس؟ كانوا كونتاكت في تونس، اما انا اختاريت باش نرجع للجزائر، والله اختاريت باش نرجع للجزائر، السيتياسيون توصلني باش نرجع للجزائر. شكون كلمك في تونس؟ منين العروض؟ والله فما جمعيات، اما نخلوهم كاو، معناتها كلموا يمشيوا على رواحهم، علاش نخليو فيهم؟ لا والله معناتها فما جمعيات اللي تكلموا بالكدا، وفما حتى دي زونترينير اللي معناتها نعرفهم، حتى هما قالوا لي فما كان فما بوسيبيليتي ترجع معناتها عندنا، والحمد لله انا اختاريت باش نرجع لاتحاد العاصمه. ليسبيرونس الكلوب؟ لا ما واحد ما يكذبش، ليسبيرونس الكليب ما فما حد كلمني، ما كانت فما حاجه من عند لونترينير نتاع الكليب، ما الحمد لله يا ربي، معناتها ما كانش مخي باش نرجع لتونس، كان كو سوا الكليب ليسبيرونس ولا بنزرت ولا اي جمعيه في تونس، معناتها كان لي الشرف باش نكون في تونس نلعب في تونس، اما الحمد لله انا كنت مختار باش نرجع للجزائر. معناها شطبت عليها السطحه نتاع تونس، ما عادش نشوفك بطولة التونسيه بالكل. الحمد لله، ما وشوف كيف تتعدى اسلام، كيف تتعدى في باساج في تونس وتخلي اسمك في تونس في البطوله التونسيه، تاخذ تيتروات مع زوج جمعيات كبار في افريقيا، معناتها الحمد لله ديما تخلي قدرك غاديكا، وانا الحمد لله الناس الكل تحبني غاديكا، والحز الناس الكل نعزها، معناتها خليت اسمي قاتل بقدري، الحمد لله يا ربي، غدوه كي نكمل توفى الكوره معناتها تبقى كان علاقات. اي نجم نشوفوك من جديد في تونس ولا ايه شيء؟ بوركو با كوم ان اونترينير ان شاء الله. جوار لا. لا ما هذا ممكن مكتوب سي الديستام، معناتها كان يكتب لك ربي تجي تكور في جمعيه اخرى، بوركو با في تونس معناتها. برشا جزيريه قاعدين يلعبوا في تونس توا، سيرتو بالقانون الجديد اللي تعمل الملاعب الجزائري ولا كانه محلي، اش قالك في القانون هذا هشام انت؟ اما قلت لك لادابتاسيون بور ان الجيريان ولا بور ان تونيزيان في الشامبيون كيل كو سوا في البطوله الجزائريه ولا البطوله التونسيه، معناتها تجي لادابتاسيون فاسيل، سي بور سا سي بور سا لي زيكيب تاع تونس راهم يختاروا لي جوار دي زالجيريان، باسكو عندهم بوتونسيال ويقدروا يعاونوا الجمعيات، ومعناتها لادابتاسيون تجيهم بلي فاسيل كو يمشي لبرا، الحمد لله معناتها ان شاء الله ربي يوفقهم لكل الجوارات اللي في تونس. اما بعض الجمعيات في الجزائر تقلقوا من الوضعيه هذه. لا بالعكس، انا ما احنا مدابينا، احنا مدابينا المغرب، مدابينا تونس، مدابينا ليبيا، مصر، معناتها حتى جوار من هذا من العرب ما يتحسب اترونجي، مدابينا كل جوارات، معناتها تعمل اكسبيريونس باش تمشي تكور في تونس ولا في مصر ولا في المغرب ولا في ليبيا، معناتها لازم باش تكسب واحد يكسب جوارات، معناتها باش يكسبوا الاكسبيريونس. شكون تشوف اليوم احسن جزائري في البطوله التونسيه؟ والله فما بن مغيث يعدي في السيزون باهيه، فما بدران زاده، فما العريبي في الاطوال،
ان شاء الله يا ربي ربي يوفقهم ويسهلهم ان شاء الله. شكون اللي ملاعب الجزائري توقعته يكون متألق أكثر في تونس، لكن ما زال إلى حد الآن ما عطاش كل ما عنده؟ صحيح انا ما نعرفش برشا جوالات معناتها اللي براسك شويه اللي مشاو للاسبيرونس ولا اللي مشاو للاطوال، اما ان شاء الله الكل ماذا بيا الكل يمدوا الجمعيات الكبار سيتو اللي في الكبار الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله بالساحه بوركوا با كيف الناس تتكلم على بدران وبنغيت ان شاء الله بالساحه ان شاء الله الشيت ان شاء الله كلهم هذوم نشوفهم في نشوفهم معناتها في النيفو نتاعهم ما خير ان شاء الله. شكون اللاعبين هذوما الاقرب لك انت هشام؟ لا والله صحيح معناتها ما فماش كونتاكت بيني وبينهم معناتها نعرفهم كهم هما صغار نعرفهم كهم كورت ضدهم بتات كي كنت في الجزائر ما عنديش علاقه معناتها بالكدا معاهم. شكون اللاعب الجزائري في بطولة الجزائر تنصح به الأندية التوانسة؟ والله فما انا ماذا بيا برشا جوالات يمشيو سيرتو ليزيكيب اللي يحتاجوا جوالات اللي عندهم بوتنسيال باش ينجموا يكوروا في دي جران كلاب معناتها في ليتوار في الكليف في ليسبيرونس في صفاقس معناتها ان شاء الله اللي يشوفوه ينجم يمجم الجمعيه بوركوا با باش يمشي وياخذوه. فماش اسم معين؟ والله ننصح انا معناتها مش ننصح هكاك معناتها عنده بوتنسيال وعنده دي كونتاكت في الافريق ننصح حسين بن عياده باش يمشي لاي جمعيه اللي تحبه من تونس. اسمه ديما ما تروح في الترجي حسين بن عياده معناتها بوركوا با باش ياخذوه معناتها يستحق باش يكون في اي جمعيه كبار من الكبار في تونس. هشام انت مازال عندك اتصالات بمنتخب صحيح فقدت شويه مكانك في اتحاد العاصمه، مازلت تخمم منتخب الجزائر مازلت تخمم فيه ولا صفحه وتويتها؟ صفحه وتويت على المنتخب سي بون احنا الحمد لله اي واحد ما ينزمش يكبش في بلاصه معناتها لازم تكون بروفيسيونيل في راسك معناتها كان عندك كان ما خير ربي يوفقه وينجحوا معناتها جينيراسيون جديده لازم ديما لك حاجه جديده روح جديده في الجروب ان شاء الله. إيه 30 عام انت هشام هكا ولا ماكش كبير معناتها؟ اي معناتها انا نحكي لك معناتها فما ديجا نتمنى لهم التوفيق انا مش نقول لك 30 36 شاد باش تكون معناتها باش تكون شاد في جمعيه نتمنوا احنا الجان مش روح جديده في المجموعه وروح جديده في لي بوز اللي يكونوا محتاجينهم كالك سوا ليكيب ناسيونال ولا لي كلاب. الفاصون اللي خرجت بها من الكلوب يا هشام مازالت مقلقتك؟ قبل قلت قلقتني برشا، مازالت مقلقتك ولا تجاوزتها؟ الحمد لله قلت لك الكليب كالك سوا الكليب انا شرف لي اني يعني كورت في زوج جمعيات كبار معناتها يعني اسلام ما نحبوش نرجعوا للماضي معناتها خسرات كا مع الديريجون اللي ما نسيتوش النوم تاعو معناتها الببليك ما عندوش دخل هم. بطولة 2015 يا هشام مع الافريقي، هل النادي الافريقي استحق البطولة هذه خاصة برشا كلمات قالوا على البطولة هذه؟ بيوسين استحقينا كان عندنا جمعية كبيرة بيوسين استحقوها معناتها مش معناتها خرجت بالفاصون هذيك من الكليب صافي بدي نكره الكليب لا مش هكاك نكره عباد في الكليب باش الناس تفهم اما ولقيت راحتي في الترجي معناتها الترجي بقدري ومعزي حتى الكليب يحبوني كل شيء اما باش تقول لي شامبيون معناتها نسحقوها بالرسمي نسحقوها متعبنا عليها خاطر صار برشا ضربات جزاء قالوا كانوا مش متحققين نسحقوها كان لي بينارتي معمولين في الشامبيون معناتها نحتاج بالرسمي تعبنا عليها الشامبيون تاع الكليب اللي خديتها مع الكليب بالرسمي تعبنا عليها. بالنسبه للترجي كيفاش خرجت من الترجي يا هشام؟ الترجي كل الناس تعرف باللي انا كنت حاب نرجع لاوروب باش تعاود ترجع صارت بوليميك في الجزائر لازم تلعب في الاوروب ودرا شنو اما الحمد لله شبور لقيت سهلوا لي كل شيء من رياض بن نور من حمدي المدب معناتها سهلوا لي وكانت بيريود شويه ان بو ديفيسيل في الاسبيرونس الحمد لله يا ربي خرجت بقدري وخرجت الناس تحبني خديت تيتروات مع الترجي الحمد لله يا ربي معناتها راحتي لقيتها في الترجي معناتها جوسكا ميتنون نتكلم عليها. باهي انت عندك ديزونجاجمون هشام كملت الاسئله نتاعي جوست عندي كويز كملها معاك بعض وشويه اسئله من الاحباء. خليل بن حمزه يقول لك تنجم تلعب في الاتوال؟ الشرف كبير باش تكون واحد يكون شوف من جمعيات كبار كان كسوا الاطوال صفاقس النادي الافريقي ولا الترجي شرف كبير اني نكور في الاطوال بيان سير.
أسامة أبو غانمي قال لك المشكل بينك وبين سوان سلامي، نورمالمون حكيت فيه الحكاية هذه تجاوزتها نورمالمون. لا تجاوزناها باش أسامة أبو غاني يعرف معناتها صراحة أسامة من كان من أصحابي معناتها من أنا جوالات لي كنت أصحابي مع أنا أسامة السلام معناتها أسامة أنت سألت أسامة أبو غانمي مو جوال ده اللي أبو، شكون تقصد أسامة أبو غانمي بتاع الهوند ولا الفوت؟ لا ما هو أسامة أبو غاني تاع الفوت ده لا لا ظهر لي، لا مش هو ظهر لي. كان هو ما نجمش نجاوبه ما نسيش نجاوبه معناتها هاي كان من وقت اللي خدا بوز في الكليب تقلب على برشا جوالات مش على كان عليه ما زلت عندك حاجة من ناحيته ولا تجاوزت الحكاية وسي بون وفات؟ ايه فاسي وفات عدى اسلام غدوه من الغدوه راني نجي من تونس عندي داري في تونس عندي كل شيء معناتها عندي ولادي في تونس معناتها كانت قابل مع اسامه عادي كانه واحد تعدى على روحه معناتها جات صارت بيريود ومشيت على روحه ما صارش كونتاكت بيناتكم جملة؟ ما صارش حاولوا العباد فما جوالات كبار معناتها كان حاولوا باش يصلحوا اما ما كسحت راسي ما معناتها غادتني لا فاسون ليني محمد يقول لك انا التجربة الناجحة اكثر في الافريق ولا الترجي؟ زوج معناتها كي واحد يقيم التجربة نتاعو يقيمها بالتيتروات زوج جمعيات خذيت التيتروات معاهم الحمد لله وشنو الفرق يا هشام بين الافريقي والترجي؟ فرق معناتها مش هشام باش يفسر لكم كانت فرق معناتها في الترجي تحس روحك بالرسمي تحس روحك جوا بروفيسيونيل مش نقلل من قيمه الكلوب اما الكلوب حتى الكلوب كان جمعيه كبيره معناتها اما ليسبيرونس ان بو ديفيرون بارابور في الاداره وكل شيء جمعيه واقفه عليها اداره تاعها محمد ليلي يقول لك جمهور الافريقي ولا الترجي شكون اقوى؟ لا من ناحية الزوج بيبليك كبار معناتها واحد ما يكذبش على روحه الزوج دي بيبليك كبار في تونس كي تشوف تتفرج الكلاسيك وتتفرج الديربي نتاع الترجي والكليب تفهم بوكو تشوز لانهم الافريقي والاسبيرونس كي براس كيف باهي ازديري 63 قال لك اعطيني رايك في بدران عبد الرحمن مزيان ومحمد امين توكاي. انا نعرف بدران ومزيان معناتها توغار معناتها جان معناتها والناس تتكلم عليه بالباهي ابارامون العباد يقول لك ثلاثه يمدوا بالكدا في الاسبيرونس ويقدروا يمدوا ما اكثر ان شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم وان شاء الله يمدوا للجمعيه بالكدا احمد عنده 3 سؤالات، علاش خرجت من ترجي؟ جاوبنا عليه جا. شنو فريقك المفضل في تونس وتنجم ترجع لترجي وانا لا؟ فريقي المفضل معناتها الناس الكل تعرف اللي لقيت راحتي في الترجي ونحب الترجي معناتها مش على جال هذيك يعني نحب الترجي معناتها حتى الكليب معناتها عندي اصحابي الماجوريتي نتاع اصحابي كليب ستي ويحبوني ونحبهم اما دي فوا كي ترتاح الحاجه معناتها تبقى ديما عندك حاجه في مخك اللي انه هادو عملوا معاك الباهي وعملوا معاك برشا حاجات معناتها الاسبيرونس فماش حاجه اخرى. باهي شنو اخر؟ في ناس مبروك يقول لك هل مستعد للعودة للافريقي؟ قلت لك بيان سور اللي يكون الشرف ليك باش تعاود ترجع للكليب كان يعني معناتها مش لازم ناخذوها من كوتي بوزيتيف ناخذوها كوتي نتاع بروفيسيونيل ناخذوها من كوتي نتاع خدمه انت كي ترجع للكليب ما رجعتش لاي جمعيه رجعت لجمعيه كبيره رجعت لجمهور كبير معناتها الحمد لله يا ربي شرف ليا انه اي واحد جزيري ولا اي واحد عنده شرف يلعب في الاربعه الكبار في تونس. مجدوب قال لك شنو كيفاش تشوف الترجي اليوم؟ شنو تقييمك الفريق؟ كيفاش تقيمه؟ والله مازالني اون كونتاكت مع لي جوار لما ونتفرج بالكدا اليوم معناتها ان شاء الله لازم مازال شويه اوتوماتيزم بين الجوارات معناتها باسكو برشا جوارات تغيروا معناتها لازم نصبروا عليهم الجمعيه لازم يصبروا عليها ونعرف اللي الاسبيرونس تصبر على الجوارات اللي باش يقدموا بيهم بالكدا معناتها يعرفوا كيفاش تقدموا ان شاء الله بربي يقدموا بالكدا اخر سؤال من فارس يقول لك عايش خسرت محبه جمهور الافريقي بالتصريحات نتاعك؟ علاش خسرت محبه الببليك اللي نتاع الكلوب كان يحبك برشا بالديكلاراسيون نتاعك؟ مش من ديكلاراسيون تاعي بون سهل قلت لك باسي وتعدى معناتها عندي لا ماجوريتي صحابي انا بالكدا وانت تعرف اسلام باللي صحابي بالكدا كليبستيه معناتها اللي نقعد معاهم في القهاوي وكل شيء
كليبستيه اللي فري كليبستيه اللي يفهمه، مش كليبستيه نتاع واحد ما يعرفش معناتها كيفاش صرا لهشام. معناتها الحمد لله صار مكتوب هكاك، ما خسرتش الجمهور بريس، لا ماجوريتي تاع البيبليك تاع كلوب افريكا، وكونتاكت معاهم ونتكلم مع اصحابي ونتكلم حتى مع ستاف من 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 من, من كلوب افريكا، كالك سوا ميديكال كالك سوا في ستاف تكنيك نتكلم معاهم معناتها. باهي كويز صغيره هشام، جاوبني بسرعه ما غير برشا تفكير، شكون تعتبره احسن لاعب تونسي توا؟ احسن لاعب تونسي؟ اي في الشامبيون نتاع تونس؟ لا تونسي بصفه عامه، عنده جنسيه تونسيه. انا بالنسبه لي يقعد النمس هو افضل لاعب. قبل كنت نتذكر قلت لي فرجاني ساسي. لا فرجاني ساسي، انا نحكي لك كي كنا في الشامبيون نتاع، كان تحكي لي على تونس نقول لك فرجاني ساسي بالنسبه لي. باهي. اما في تونس اللي برا وكل شيء النمس، انا بالنسبه لي نحب النمس. شو شكون اللاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في اوروبا، لاعب في بطوله تونس؟ فما برشا جوالات، قلت لك فما هنيد اللي نحبه باش يخرج من لاكسيال نتاع صفاقس. تبع بالباهي. اي نعرف بالبدايه نحبنا هنيدا يخرج باسكو عنده بوتونسيال باش يقدر يكور في الاوروب. فما خل وصلاتي بالكدا يعجبني في لعبه خل وصلاتي. انت فما برشا ملاعبيه، فما بن عمر اللي نجم يعاود يرجع، فما شريدة، فما برشا بن رمضان، فما برشا عباد عرفتهم هكاك ما نعرفهمش بالكدا. انت ان شاء الله يا ربي يوفقهم باش يخرجوا ان شاء الله. شكون اقرب لاعب تونسي ليك هشام؟ مازلت اون كونتاكت حتى اليوم؟ ما هو تعرف فما يوسف، فما بن علي، وفما دالي وفرجاني، وتقول هادو معناتها هادو. دالي شكون؟ يوسف بن علي. دالي قلت لي دالي حاجه هكا ولا دالي محمد علي موسى. اوكي. شكون احسن مدرب تونسي بالنسبه لي انا؟ نحكو تيترواك فوزي البنزرتي. ما تنجمش تتكلم معناتها، ما تنجمش تقول ما تريحلوش من قدره، ما تنجمش تتكلم عليه معناتها. كي تتكلم على فوزي البنزرتي تتكلم على التيتروات في كل خدام. اول شهريه خذيتها في حياتك يا هشام قداش؟ والله اول شهريه حكايه 150 دينار بالتونسي. بالتونسي يعني. واخر شهريه؟ اخر شهريه فما حاجات معناتها اخر شهريه خلوها هكاك. باهي. شنو الماتش قعدت في بالك ما تنساهش يا شيخ؟ اما ماتش الفينال تاع الاسبيرونس الكليب اللي ربحناه وقت اللي وقت اللي دو ما جيت الاسبيرونس، معناتها هذاك الفينال ما تنساش. البونتو ما تنساهش. نعم بونتو قعدت في بالك ما تنساهش. بونتو قعدت في بالي بون بونتو اللي قعدت في بالي تاع الكلوب ضد القروان، وقت كان وراها قبلها كانت حكايه ومن بعد صارت حكايه وراها معناتها البونتو تاع القروان هذاك الماركيتو تاع القروان. شنو هي الحاجه فيك ما تعجبكش؟ التنرفيز نتاعي. شكون احسن لاعب في العالم؟ ميسي. واحسن مدرب؟ غوارديولا. اخر حاجه هشام، انت لعبت في الكلوب والاسبيرانس، نحبك تعمل لي تشكيله انت باش تكون في الاكس، وتشكيله منهم الزوز 11 لاعب اللي يلعبوا معاك معناها. فاروق بن مصفى. اها. ايهاب مباركي. اها. دوادي. باك على اليسار. على اليسار الحدادي. اها. في الوسط كوليبالي. كوليبالي معناتها فرجاني ساسي. غيلان شعلاني قدام. بون قدام، انا قدام فما قدام نحط الخنيسي وشوار. مازال واحد اخر عاد وقول لي لي بوست باش نعطيك بالقدام. انت كيفاش حتى تلعب 4 3 3 ولا كيفاش؟ ولا 4 4 2؟ 4-4-2 نلعبو 4-4-2 4-4-2 برا. دونك مازال واحد في الوسط. لا سعد بقير باس. سعد بقير واقف جات مع الكومنتير. نحتاجو في لي بالاريتي. والله لا نحتاجو في لي بالاريتي سعد بقير. خويا ميرسي بوكو، نخليك في عاشك، تحب تقول كلمة للجمهور نتاعك في تونس اللي يحبوك.
قص شويه الصوت هشام، ما وصلش. قلت لك كان تعذركم وسامحونا، كان قلقناكم شويه، وان شاء الله عن قريب نعاود نشوفكم بخير ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا وميرسي بوكو، خليك تمشي تحكي قضيتك. يعطيك الصحه صاحبي، ميرسي بوكو خويا، سلام. ميرسي. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل على المتابعة، تلقاو تعملوا ابوني كونت انستغرام باش تلقاو كي العادة لي لايف اللي قاعدين نعملوا فيهم تقريبا بصفة دائمة، وإذا كان فاتتوا اللايف تعملوا ابوني لشين يوتيوب اسلام المد، تلقاو فيها الحوارات الكل، تلقاو حتى اليوم تاع شين يوتيوب تلقاوها في الكونت انستغرام. ميرسي بوكو، إن شاء الله إن شاء الله في مواعيد أخرى وفي ضيوف جديد. بحال خير.